بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم شباب. معكم احمد سلامه. هنكمل السي سي ان ام 10301 النهارده ان شاء الله. اللاب الاولاني اللي هو الاستاتيك نات، وضحنا مفهومه في الفيديو اللي فات. ارجو ان انت لو ما بصيتش على الفيديو اللي فات ترجع تبص عليه قبل ما تكمل معايا المحاضره دي. عشان نكونفيجر الاستاتيك نات يا شباب، احنا محتاجين اول حاجه نحدد الانترفيس الانسايد اللي هي جيجا 0 على 0 في الكيس بتاعتنا ديت، ونحدد الانترفيس الاوتسايد تمام اللي هي جيجا 0 على 0 على 1. يبقى انا عندي هنا انسايد وهنا اوتسايد تمام. طيب ونحدد السيرفر اللي احنا عايزين نعمل له ماب او عايزين نخرجه باستاتيك اي بي من السيرفيس بروفايدر. هو ده الهدف اصلا من الاستاتيك ماب، او هو ده استخدامه في الريل لايف. يبقى انا السيرفر ده اللي هو دوت 100، يبقى انا عندي برايفت اي بي 192.168.1.100 اللي هو السيرفر بتاعي ده. طيب هنعمل ايه بقى؟ هنروح لشركه الانترنت سيرفيس بروفايدر الاي اس بي، نقول لها احنا عايزين اي بي ادرس. انت كده كده واخد بابليك اي بي ادرس على الانترفيس ديت من السيرفيس بروفايدر تمام. بس البابليك اي بي ادرس دوت المفروض ان هو شغال نات بات عن طريق البورت، علشان الاجهزه دي كلها تقدر تخرج انترنت. ولكن انا عايز نات ستاتيك، ركز معايا، لان اللي انا بقوله لك ده هو بقى اللي بيتم في الريل لايف. فاروح للاي اس بي واقول لها انا عايز ستاتيك اي بي ادرس. هتروح مدياني مثلا ايه اي بي ادرس 10.0.0.0 مثلا، او خلينا مثلا ايه عشرينات، اي بي ادرس عشرينات على 24 وليكن تمام ماشي. هعمل ماب بالاي بي ادرس العشرينات دوت اللي هو البابليك. الاي بي ادرس العشرينات ده انت هتقدر تبنج عليه من اي حته في العالم تمام. هتعمل له ماب بالبرايفت اي بي، فبالتالي اي حد جاي من بره هيكلم العشرينات دوت، الراوتر بتاعك هيروح موديه ل البرايفت اي بي ادرس بتاع السيرفر بتاعك، وكده انت تكون عملت الاستاتيك نت. تعال نشوف بقى الكلام ده ممكن نعمله ازاي. يبقى دي الفكره كده شباب بكل بساطه. هندخل على الراوتر، اول حاجه هتعملها هتقول له مين الانسايد ومين الاوتسايد. هنخش على الكونفيجريشن انترفيس جيجا 3 اصفار اي بي نت انسايد تمام. يبقى دي كده الشبكه الداخليه بتاعتي، ده الانسايد بتاعي تمام. ونخش على الانترفيس جيجا 0 على 0 على 1 ونقول له الاي بي نت اوتسايد. طيب عايزين اي بي ادرس من الانترنت سيرفيس بروفايدر، ما عندناش يا عم. هنخش اكزيت هنا ونكريت احنا واحد كده وهمي انترفيس لوب باك 1، هنديله اي بي ادرس 20.20.20 على ماسك 3255.0. يبقى انا تخيلا كده ان ده كده الاستاتيك اي بي ادرس اللي انا رحت خدته من السيرفيس بروفايدر، وبيتحط عندك سكندري في الراوتر في الريل لايف. لو انت عندك راوتر بتحط الاي بي ده سكندري تمام، بيبقى ده السكندري اي بي ادرس بتاعك. طيب واجي هنا اقول له بقى اكزيت، ومن الكونفيجريشن مود يا شباب هدي له الامر اللي اسمه اي بي نت انسايد سورس ستاتيك تمام. يبقى انا كده بقول له ان الاي بي نت الانسايد بتاعي هعمل له ستاتيك. طيب مين يا عم الانسايد سورس بتاعك؟ الاي بي ادرس على السيرفر 1100 تمام. طيب ومين الديستنيشن اللي انت هتربطه بيه؟ الاي بي ادرس بتاع اللوب باك انترفيس. وكده تمام يا شباب، احنا خلصنا الامر بتاع الاستاتيك. واجي هنا اقول له شو، ابتدي اقول له كنترول زد بقى وسايل شو اي بي نت. وريني يا عم احصائيات الاي بي نت بتاعتك. قال لك الاوتسايد انترفيس اهي جيجا 0 على 0 تمام، وعندك الانسايد انترفيس اهي، وعندك واحد ستاتيك ترانسليشن او توتال ترانسليشن واحد ونوعه ستاتيك. فانت كده الكونفيجريشن بتاعك مظبوط. في كومنت تاني ترانسليشن، بس طبعا مش هيديني حاجه قوي. هو بيقول لك ادي الاوتسايد جلوبال بتاعك، ده الاوتسايد انترفيس، وادي الانسايد لوكال بتاعك. يبقى ده هيودي على ده شباب تمام. كده شباب احنا عملنا كونفيجريشن الاستاتيك نت. اتمنى ان الفيديو يكون فاتكم، الفكره تكون وصلت في الريل لايف. احنا مش بنتكلم على مستوى اللاب. اشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديو اللي جاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.